بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، استكمالا لموضوع تداخل فعل الجينات، خدنا قبل كده الجينات أو انعدام السيادة. هناخد النهاردة إن شاء الله الجينات المتكاملة، وهنعرف إن في جينات بتكمل عمل بعضها في إظهار صفة وراثية معينة. يعني بالتالي مش هينفع زوج واحد من الجينات، هنعرف إن في زوجين من الجينات بيشتركوا مع بعض في إظهار الصفة الوراثية. كمان هناخد حالة جديدة اللي هي حالة الجينات المميتة، بمعنى ان في جينات معينه لو تواجدت بصوره نقيه في اي فرد، هذا الفرد بيموت في مراحل عمريه مختلفه، وغالبا بيكون في المراحل الجنينيه الاولى. وهنعرف النهارده ان يعني موضوع ان معظم الناس فاكره ان مجرد وجود الجينات في الفرد الصفه الوراثيه هتظهر، او لو صفه معينه جيناتها موجوده في المحتوى الكروموسومي للفرد الصفه الوراثيه تظهر. لا، الكلام ده النهارده بنقول ان مش شرط او مش بالتاكيد ان طالما الجين موجود الصفه تظهر. هنعرف ان في اعتبارات تانية هنعرفها مع بعض النهارده ونشوفها ان شاء الله. النهارده نكمل تداخل فعل الجينات، وهناخد حاله الجينات المتكامله. واضح من الاسم كده ان في جينات بتكمل عمل بعضها في اظهار صفه معينه. فهندي تعريف الاول للجينات المتكامله، نقول هي جينات تشترك فيما بينها، يعني الاثنين او ايا كان عدد الجينات زي ما نعرف دلوقتي بتشترك فيما بينها لاظهار الصفه الايه؟ الوراثيه، يعني في مشاركه، يعني كده ما فيش بقى حته سائد ومتنحي. ماشي؟ بس الحاله دي هتبقى ايه؟ يعني حاله وسط ما بين السياده التامه اللي بتاعت قوانين مندل وحاله انعدام السياده. يعني ايه حاله وسط؟ هنعرف ان في ايه؟ في جين سائد وفي جين مترحي، ولكن السيادة هنا ما هي السيادة تامة، بنسميها السيادة غير تامة زي ما هنوضح في الكلام. فبنقول هنا ايه؟ بيتحكم في توريث هذه الصفة زوجين من الجينات، يبقى صفة واحدة بيتحكم فيها زوجين من الجينات، مش زوج واحد من الجينات زي ما كان قال مندل، او زي ما كان في حالة انعدام الايه؟ السيادة. ولكن خد بالك من حتة ولكن بقى هنا، بيتوقف ظهور الصفة السائدة على وجود جين سائد واحد على الاقل من كل زوج. بمعنى ايه؟ احنا قلنا ان هو بيتحكم فيها زوجين، يعني مثلا زوج هسميه A، مثلا اهو هسمي الزوج الاول A، تمام، والزوج الثاني هسميه B اللي هو مكتوب قدامنا ده. طب الزوج A قد يكون A كابيتال A كابيتال، وقد يكون A كابيتال A سمول، وقد يكون A سمول A سمول. يبقى هنا ايه؟ في حالة سيادة هي يبقى الجين A دون سائد، والجين A سمول ده جين متنحي، خلاص ده الزوج الأول. التاني نفس الكلام، دول ممكن يكونوا جينين سائدين، وممكن يكون في منهم جين سائد وجين متنحي، وممكن يكونوا جينين متنحيين. طب إمتى تظهر الصفة؟ طبعا إذا كان الجين سائد. طيب الصفة السائدة طبعا، لأن عندي هنا يكون هنا صفتين برضو، في صفة سائدة وليكن مثلا هقول لون الزهرة، لون الزهرة الأحمر، فده هسميها صفة سائدة، أو القرمزي أو القرنفل أيا كان اللون، أهو هسميها قرمزي مثلا. طيب اللون الأحمر ده لون الزهرة، لاحظ إن هو ده اللون السائد، يبقى ده لون سائد أو الصفة السائدة. طب ما يقابله لون الزهرة برضه هيكون لون أبيض، وركز معايا في الكلام، الابيض، يبقى الابيض ده هيكون الصفه المتنحيه اللي طبعا هنحكم عليهم ازاي؟ بالجيل الاول، اللي بيظهر عندي في الجيل الاول او العدد الاكبر دائما بيكون ايه؟ هو اللون الاحمر او القرمزي. اللون الابيض ده هيكون ايه؟ متنحي او صفه متنحيه. خلاص؟ فدلوقتي امتى تظهر الصفه السائده؟ ده الكلام هنا بقى في الحته دي، بنقول بتظهر الصفه السائده في حاله اذا ما اجتمع جين واحد على الاقل من الزوج الاول، احنا قلنا ده الزوج الاول اهو وده الزوج الثاني، تمام. يبقى لو اجتمع على الاقل جين واحد A كابيتال مع جين واحد A سمول، في الحاله دي انا هيظهر لي الصفه السائده. ماشي؟ لكن ما يعني ما ينفعش مثلا يبقى الاثنين A كابيتال A كابيتال وبعدين ولا واحد هنا في البي جين سائد، يعني الاثنين B سمول B سمول زي دي مثلا، كده ما تظهرش عند الصفه السائده. يبقى عشان تظهر الصفه السائده لابد من اجتماع جين سائد من الزوج الاول مع جين سائد من الزوج الثاني. خلاص؟ دي حته مهمه جدا عشان تقدر تحدد بعد كده الصفات هتمشي ازاي. فبنقول اما غياب اي زوج من الجينات الايه؟ السائده، او الاثنين مع بعض كلاهما، سيؤدي الى عدم ظهور الصفه السائده، مش هتظهر، وبالتالي هتظهر الصفه ايه؟ المتنحيه. يبقى تكون النسبه في الجيل الاول بنسبه 100% الصفه السائده، عشان كده احنا قلنا دي صفه سائده،
وفي الجيل الثاني بيكون بنسبة كام؟ 9 سائد، اللي الصفة السائدة تكون النسبة الكبيرة برضو إلى 7 متناحي. والكلام دون هناخد المثال بتاعنا نبات بسلة الزهور، ولما اتكلمنا مع مندل قلنا كان بسلة الخضر أو بسلة الخضروات. ده بقى نوع تاني من البسلة، هو بنسمها بسلة الايه؟ الخضر، وشكل الزهرة مختلف برضو عن الزهرة التانية وصفاتها مختلفة. طيب هناخد مثال دلوقتي زي ما احنا قلنا من أمثلة الجينات المتراكمة توارث صفة لون الأزهار في نبات بسلة الزهور. يعني مش كل الصفات اللي في النبات، لا ده لون الزهرة، تمام؟ حيث يمثل اللون الأبيض والصفة ليه؟ المتناحية، وطبعا اللون الثاني المقابل ليه اللي هو اللون الكرومفولي أو الكرمز. فبنقول أنت تهجين نبات أزهاره بيضاء، طب أزهاره بيضاء يبقى لازم نكون إيه؟ خد بالك بقى، خد بالك من الحتة دي. هنحدد بقى ايه هي الطرز الجينيه للنبات الابيض والطرز الجينيه للنبات الايه؟ الكرمزي. الطرز الجينيه المحتمله، الجينيه المحتمله لمين؟ للفرد اللي هو الكرمزي، والطرز الجينيه المحتمله للفرد الايه؟ الابيض. وتخلي بالك من الحته دي كويس. بالنسبه للفرد الكرمزي، احنا قلنا اتفقنا في البدايه خالص ان لازم يكون على الاقل جين سائد من الزوج الاول، اهو هخليهم الاثنين سائدين، ده احتمال اولاني ان يكون A كابيتال A كابيتال B كابيتال B كابيتال. طبعا كده في وجود جين من هنا من الزوج الاول وجين من الزوج الثاني سائد، على الاقل هيطلع لي اللون الايه؟ السائد اللي هو اللون القرمزي. طب والاحتمال الثاني ان يكون واحد بس A كابيتال اهو والثاني A سمول، وواحد بس B كابيتال والثاني B سمول، ده الاحتمال الثاني. يبقى التركيب الجيني ده بيعطيني اللون القرمزي، والبرضه ده بيعطيني اللون الايه؟ القرمزي. طيب ايه الاحتمال الثالث؟ فكر كده. طبعا لازم نحط ايه؟ واحد A كابيتال وواحد B كابيتال، وبعد كده حط اي حاجه بعد تعجبك. عايز تخليه مثلا A كابيتال ثاني، اهو A كابيتال اهو، بس ده يكون B سمول، تمام؟ يبقى ده كده برضه هيظهر اللون القرمزي، لان يعني في واحد جين A كابيتال وواحد B كابيتال. طيب لو كان A كابيتال برضه نحطهم الاساس اهم A كابيتال B كابيتال، بس المره دي هيكون A سمول هنا والثانيه تكون B كابيتال، ده الاحتمال الرابع. يبقى هنا هنلاحظ ان اللون القرمزي هيعطيني اربع احتمالات بس ما فيش غيرهم. اقعد انت دورهم مع بعض، قلبهم مع بعض بحيث يكون A كابيتال و B كابيتال، مش هتلاقي غير الاربع احتمالات دول، هكتب لك جنبهم اربعه. خلاص. طب بالنسبه للابيض بقى تظهر الصفه ازاي؟ في احتمالات كثيره جدا. اول احتمال انه يكون كله متناحي، A small A small B small B small، هذا أول احتمال. ولا جين سائد، طبيعي أن يظهر اللون الايه؟ الأبيض بتاع الصفة المتناحية. طيب لو هو A capital، شوف الكلام A capital A capital بس B small B small، يعني ولا واحد B capital ولا واحد B capital، فبالتالي تظهر الصفة اللون الايه؟ الأبيض، لأن الاثنين لأن لازم يكون واحد من هنا بيشارك واحد هنا أو بيكمل عمل واحد من هنا. طب وممكن يكون ايه كمان؟ A small A small B capital B capital، ها؟ حد عنده اعتراض؟ لا، يبقى نفس المبدا اهو. طب ايه الاحتمال اللي بعد كده؟ ان ممكن يكون A capital معايا A small B small B small، حد عنده اعتراض؟ لا. طيب ايه الاحتمال اللي بعد كده؟ A small مثلا A small بس B capital B small، ها؟ يبقى كم احتمال كده؟ هذا 1 2 3 4 5. طب حد عنده احتمال كمان؟ لو قعدت من هنا لسبع سنين كمان مش هتلاقي غير الخمسه دول، خمس احتمالات اهو. يبقى ده عندي هنا ايه؟ التركيبه دي لازم نكون، مش هقول لك حافظينها، فاهمينها، ان عشان يظهر لون قرمزي لازم يكون على الاقل واحد A كابيتال مع واحد B كابيتال. لكن هنا او ما اثنين A كابيتال اهم بس ما فيش ولا واحد B كابيتال، وهنا اثنين بي كابيتال اهو بس ما فيش ولا واحد اي كابيتال، يبقى مش هتظهر الصفه لون قرمزي الا اذا اجتمع على الاقل جين سائد من الزوج الاول اللي هو الاي مع جين سائد من الزوج البي. وصلت الفكره؟ طيب يبقى احنا هنشوف دلوقتي ايه عند تلقيح نبات، او هناخد نباتين في الاول اللي هم عندي في الكلام اللي فوق هنا. هاخد نبات اي كابيتال اي كابيتال بي سمول بي سمول، يعني معنى ذلك ان هو اظهره هتكون ايه؟ بيضاء، ماشي؟ لان ما فيش ولا واحد بي كابيتال هنا. مع نبات اخر اظهره ايه؟ برضه بيضاء، A small A small B capital B capital، يبقى ده برضو أزهاره بيضاء. يبقى هنعمل التزوج الأول لنبات أزهاره بيضاء مع نبات أزهاره بيضاء، ونشوف إيه اللي هيظهر عندي في كناتج لهذا الجيل. شوف بقى الاحتمال اللي عندنا. يبقى الجيل الأول اللي أنا هعمله
هجيب احد الاباء اسمول اسمول بكابيتال بكابيتال، ده اللي هو الكل انه ايه ده التورزيجين اللي احنا كتبناه، وده افترض ان ده فرض مؤنث، يبقى هنلاقي ان ده ايه النبات ازهاره بيضاء. خلاص طيب تزاوج او علامه اكس في ها اللي بعد كده هيكون زيه برضو ابيض بس ايه فرض مذكر، وهيكون تركيبه الجيني اي كابيتال اي كابيتال بسمول بسمول، وده ايه هيكون برضو نبات ابيض الازهر، ودول هعتبرهم اباء في الجيل الاول. لما نيجي نكون جاميتات هنا هنلاقي ان ايه كل الجاميتات ملهاش غير احتمال واحد، ان يكون اي سمول مع واحده بي كابيتال. خلاص ما دي برضو لو قررناها تاني هتكون اي سمول برضو مع بي كابيتال، يبقى خلاص هي هي، وبرضو لو جبنا دي اي سمول مع البي دي هتبقى اي سمول بي كابيتال، يبقى كل الجاميتات المؤنثه اللي هتطلع من هنا اللي بتعتبر طبعا بويضات يبقى دي كلها تطلع ايه بنفس التركيب ده، فهنختصر ونقول واحده كلهم زي بعض. هنا نفس الكلام هيبقى كل الاحتمالات ان واحده اي كابيتال مع بي سمول، خلاص واحده برضو ايه اي كابيتال مع بي سمول اي كابيتال مع بي سمول، يبقى كلهم ايه نريح دماغنا ونقول كلهم اي كابيتال بي سمول، يبقى دي هنسميها جاميتات جي 1. خلاص طبعا هنا الاحتمال عندي ان ايه الاي كابيتال الاي سمول بي كابيتال دي مع الاي كابيتال بي سمول هيتجمعوا لي مع بعض عشان يكونوا لي فرد هيكون ايه تركيبه الوراثي اللي هو الجيل الاول بقى، يبقى الجيل الاول كله هيبقى بنفس الايه الصفه دي اللي هي ايه بقى الصفه دي، هنلاقي ان التركيب الجيني بتاعها هنجيب الاي كابيتال، وطبعا هنبدا بالكابيتال الاول، ما ينفعش تقول لي اي سمول بي كابيتال، لا يبقى الاي كابيتال اللي بدانا بيها ايه وبعد كده الاي سمول وبعد كده نبص للبي، ما ينفعش تبدل برضه ما تجيبليش بي الاول. طب مع ايه بي كابيتال بي سمول، يبقى انا جمعت هنا الاي كابيتال حطيتها في الاول اللي جت من هنا الاي كابيتال حطيتها هنا اهي ماشي، والبي كابيتال حطيتها في ترتيبها رتبتها كانها المتنحي حطيته في الاخر، وبعد كده حطيت الايه الاي سمول اهي تاني حاجه بعد الاي كابيتال، وبعد كده بدات بقى بالبي كابيتال اهي حطيتها والبي سمول اهي، يبقى انت بدات ترتيبك الترتيب الابجد العادي الاي كابيتال الاول بعد كده الاي سمول، ما ينفعش بقى تحط لي اي بي اي بي لا ده قصه ثانيه خالص. يبقى جميع افراد الجيل الاول نتجت عندي بلحم نفس التركيب الوراثي اللي هو اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول. طب ركز هنا هتلاقي ان تتجمع لك واحد اي كابيتال مع واحد بي كابيتال، يبقى انت في الحاله دي يبقى اللون هيكون ايه لون قرمزي، ولاحظ هنا الحاله دي طبعا ده هنسميه الجيل الايه الجيل الاول ندي له حقه اهو اف 1، يبقى ده كده الجيل الاول كله نتج بنسبه 100%، نكتب النسبه بقى يبقى النسبه 100% افراد ذات ازهار ايه قرمزيه اللون. لاحظ كده ان دي حاله خاصه غير قانون مندل خالص، انا هنا بنقول ايه فرد متنحي بيحمل الصفه المتنحيه اللي اللون ابيض مع فرد متنحي تاني اهو بيحمل صفه اللون ابيض برضه، الاثنين مع بعض اعطوني فرد ايه سائد، ده ما كانش يحصل ومستحيل انه يحصل في قوانين ايه مندل ان فردين متنحيين ينتجان فرد ايه سائد، يبقى دي حاله خاصه بالجينات المتكامله، يبقى انت ايه النقط دي كلها تحطها في اعتبارك لما تحل الاسئله بتاعت الجزء ده. تمام ده الجيل الاول. طب الجيل الثاني هنعمل ايه؟ هناخد فردين بيحملوا نفس التركيب الوراثي، ما هو مش معنى كلمه 100% ان ده فرد واحد، لا ده كتير عدد افراد كتير، انت بتنتج نبات يعني بتنتج ايه بذور، هو النبات بينتج بذره واحده؟ لا ده بذور كتير، فكلها بتحمل نفس الايه التركيب الوراثي. نشوف بقى الجيل الثاني مع بعض، واللي مش فاهم اي حاجه يرجع يعيد الفيديو ثاني مره واثنين وثلاثه لغايه ما يفهم الموضوع. طيب هناخد بقى المره دي نبات بسله ازهاره قرمزيه اللي هو اي كابيتال اي سمول بكابيتال بي سمول مع زيه بالظبط اي كابيتال اي سمول بكابيتال بي سمول برضه قرمزي، وهنقول دول ايه اباء للجيل الثاني. طب نيجي بقى نبص ايه الجاميتات اللي هتتكون، هعملها لك على جنب، هي الجاميتات اللي هتتكون انا هكونها ازاي؟ انت عندك اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول. طب لما نيجي نكون الجاميتات بتاعتها مش هم الاربعه مختلفين عن بعض؟ وركز في كلامي، الاربعه مختلفين عن بعض يبقى هيعطونا اربع احتمالات، لو في اثنين بس مختلفين هيعطوا لي احتمالين بس، لو ثلاثه مختلفين هيعطوا لي وهكذا ماشي، يبقى انت ايه راعي الموضوع ده. يبقى الاربعه مختلفين طب هيعطونا اربع احتمالات ازاي؟ يعني مره الاي كابيتال مع البي كابيتال، ومره نفسها الاي كابيتال مع البي سمول، طب ومره ثانيه الاي سمول مع بي كابيتال، ومره ثانيه الاي سمول مع بي سمول ماشي، يبقى ده كده طريقه ايه تكوين الجاميتات. يبقى انا يبقى طالما الاثنين زي بعض خلاص بعمل ايه او احتمال واحد زي ما انا عملته كده او اي كابيتال بي كابيتال اي كابيتال بي سمول اي سمول بي كابيتال اي سمول بي سمول.
طب وانا اعطي لك حتى الوان مختلفه ليه؟ عشان ابين لك ان في هنا ايه، في جين سائد قد يعطي اللون القرمزي، وبرضه جين سائد هنا قد يعطي اللون القرمزي، وهنا ده له جينين اثنين، وهنا واحد وهنا واحد، لكن ده كل جيناته ايه متنحيه، يعني ده ما يعطينيش بقى اللون الايه القرمزي، عشان كده عملهولك بلون ابيض، ده بس تغيير اللون. وده بقى الجيل الايه، الجيل الاول. طيب نشوف بقى يعني الجيل الثاني. طبعا لو جيت بص، لو جيت تعملها بطريقه الاسهم اللي احنا كنا بنعملها هتبقى العمليه صعبه جدا. ليه بقى؟ لان انا عندي كده الجيميتات بتاعه فرد واحد اللي هو ده، والتاني زيه، فعملتهم كده ايه قصاد بعض كده لانهم زي بعض الاثنين. لكن لو جيت تبص بقى لما احب اعمل التزوج ابقى مثلا زيهم اربعه تانيين، مفروض يعني يكون زيهم اربعه تانيين هنا، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، فهتلاقي ايه الاولانيه دي اول واحده، يعني دي حبه لقاح مثلا، يبقى حبه اللقاح دي لازم تبقى مع البويضه دي مره ومع البويضه دي مره، ماشي؟ ده لان الاحتمالات، ومع دي ومع دي. طب الكلام ده هيحصل؟ تمام، ممكن يحصل، وممكن اللي بعدها يبقى دي زيهم. الله، يبقى انا كده اشوف الاسهم بقى تبقى عامله ازاي، ودي زيهم ودي زيهم، يبقى انا عندي هنا كده هيكون 16 سهم، 4 في 4 ب 16. لا، الطريقه الاسهل بقى في الحاله دي، انت طالما عدد الافراد اكتر من 4 يبقى احنا بنعمل ايه؟ مربع بوليت. اللي ظاهر قدامنا ده، المربع ده يا شباب زي ما انتم شايفين مجمع لي ايه الاربع احتمالات اللي هي الجامدات بتاعه الفرد المذكر هنا اهي، مثلا ادي ايه كابيتال بي كابيتال، والاي كابيتال بي سمول، والاي سمول بي كابيتال، والاي سمول بي سمول، وده الفرد المذكر وده الفرد المؤنث، دي الجامدات بتاعه ده وده. فلاحظ ان ايه بنعملها ازاي بقى، زي ما انت شايف كده، دي شوف الاسهم ماشيه ازاي، دي مع اللي فوقها اهو مع بعض، يبقى جمعوا مع بعض راحوا مكونين لي فرد اي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال. طب وبعد كده نفس دي هيمشي بالسهم مع الاخر، المره دي مع دي، يبقى ايه نجمع بقى الكابيتال مع بعضه، الايه اي كابيتال اي كابيتال بي كابيتال بي سمول اللي جت من هنا، وهكذا ماشي اللي بعدها بنفس الطريقه لغايه ما اعمل الصف الاولاني. طب الصف الثاني بنفس الطريقه برضه، انزل دي اللي فوق خالص مع دي اللي قصادها هنا، تمام؟ واللي بقى وهكذا ماشي لغايه الاخر خالص، هتلاقي كونت جدول فيه 16 فرد. بس تعالى بقى شوف بقى مين فيهم ايه، مين بيحمل الصفه السائده ومين بيحمل الصفه المتنحيه على الاساس اللي احنا قلناه، اللي هو على الاقل واحد ايه كابيتال مع بي كابيتال. فهتلاقي ان كل الصف اللي فوق ده اهو، كل الصف ده قرمزي، والصف اللي قصاده تحت كده ده قرمزي اللي في الاطراف دي، خلاص. وعندك كمان ايه تكمله المثلث اهو، يبقى المثلث اللي فوق ده كله قرمزي الازهر، ماشي؟ طيب اما بالنسبه للون الابيض فهتلاقي ان ايه المثلث اللي بعده ده واللي بعده ده والاخير ده، يبقى انت عندك ده كده، او المثلث المثلث من تحت المره دي بقى، والمثلث من تحت اهو ده قصاده ده اهو، كل ده هتلاقي ان ده ايه ابيض الازهر، لان بيحمل جين واحد بس سائد، وده طبعا ما يكفيش لاظهار الايه، لا يكفي لاظهار الصفه، خلاص. فهتلاقي عندك كده عد الافراد كده كم واحد قرمزي، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى انا عندي هنا الافراد هتكون كام، 9 قرمزي الازهار، ده الجيل الثاني طبعا، يبقى الافراد هنا 9 قرمزية الازهار الى 7 ازهار بيضاء بس، يبقى 9 ل 7. طبعا التسعة ده نفس قانون مندل الثاني، كانوا 9 لو تفتكروا قانون مندل الثاني كان 9 الى 3 الى 3 الى 1، هنا 9 ل 7، يعني السبعه دول يعتبر تحويل لمين؟ للصفة اللي كانت 3 إلى 3 إلى 1. مش كنا بنقول 9 إلى 3 إلى 3 إلى 1، يبقى دي إيه؟ السبعة دول هم دول 3 و3 و1، يبقى السبعة كلهم طلعوا أبيض، خلاص؟ ده كده معناه إيه بقى؟ السيادة غير التامة، يعني إيه كلمة السيادة غير التامة اللي أنا عايز أوضحها لكم في الحتة دي؟ إن أنا عندي مثلا هنا جين سائد، هنا في جينين سائدين إيه كابيتال، بس مفيش ولا واحد بيه كابيتال، طب ما الاتنين دول يعتبر سائدين ولكن سيادة غير تامة، مش هيظهر الصفة في عدم وجود البي كابيتال، يبقى دي اسمها سياده غير تامه او غير مكتمله. طب نفس الكلام هنا، عندك البي كابيتال اهو واثنين بي كابيتال، مش واحده بس، ده الاثنين بي كابيتال بس ولا واحده اي كابيتال، طب يبقى ما ظهرتش ليه الصفه هنا؟ ما احنا بنقول اهو لان السياده هنا غير تامه ولا تكتمل الا في وجود يعني جين سائد من الزوج الايه الثاني، خلاص. يبقى دي الفكره في حته السياده غير التامه. نيجي بقى لايه التفسير، ليه الكلام ده حصل؟
فاحنا بنقول انه بيلزم لاظهار الصفه السائده تجمع جين سائد او اكثر من كلا الزوجين، جين سائد او اكثر، يبقى جين واحد على الاقل يكفي من كل ايه، من كل زوج او من كلا الزوجين. ليه؟ قال لك لان كلا الجينين السائدين يشاركان في اظهار الصفه السائده، حيث يتحكم كل منهما في انتاج مين، انزيم معين. هذا الانزيم بيؤثر في تكوين صبغه اللون. يعني مثلا الجين اللي هو ايه كابتل والتاني بي كابتل، وجود الاي كابتل ده بيكون انزيم، خلاص، وجود البي كابتل برضه بيكون انزيم، والانزيمين بيكملوا عمل بعضهم عشان يظهر الصفه الايه، الصفه السائده، خلاص. لكن في حاله وجود جين واحد منهم الاي كابتل مثلا والتاني مش موجود البي كابتل، يبقى هيكون انزيم واحد والتاني مش هيتكون، يبقى بالتالي مش هتكتمل خطوات تكوين اللون اللي هو بتاع الصفه الايه، السائده. ده كده التفسير. وعشان تأكدوا من الكلام ده طبعا خلطوا وجابوا أزهار بيضاء مع أزهار بيضاء وطحنوهم مع بعض عشان الكروموسومات تكون موجودة فيهم، وخلطوهم مع بعض، فتلاقوا ان ايه، ان ممكن تظهر منهم صفة اللون الكروموسي في حالة لو هم ايه زي ما قلنا هجينين. لكن لو هي أزهار بيضاء كلها جيناتها متنحية، يعني اسمول اسمول بسمول بسمول والتاني برضو زيه اسمول اسمول بسمول بسمول، طبعا مش هيظهر اللون الايه الكروموسوم، يبقى ده بيدل على تكامل عمل الجينات. طيب هنا بنوضحناها دي برضو لحته 9 الى 7 ان تحويل للسياده المندليه. طيب نيجي بقى نشوف ايه بعض المسائل كده اللي نشوف هنحلها ازاي. طبعا مش هجيب لك نفس المساله زي المثال اللي احنا خدناه، ولكن ممكن بقى ايه يعني يحور شويه، زي مثلا تكوين الجيني اللي قدامنا ده. التكوين الجيني ده بيقول لك ايه كابيتال ايه سمول بي سمول بي سمول. طيب ده هيكون لونه ايه يا جماعه؟ سمع ناس بتقول ايه ابيض وناس بتقول قرمزي، لا ده ما فيهوش الا واحد ايه كابيتال، يبقى ده على طول ابيض، ماشي. طيب مع فرض تاني ايه سمول ايه سمول بكابيتال بي سمول، ده برضه هيكون ايه ابيض، خلاص. طيب نشوف بقى ايه التركيب او ان هنحل المساله ازاي. زي ما ظهر قدامنا هنا الفرض الاولاني اللي هو ايه كابيتال ايه سمول بكابيتال بي سمول بي سمول، والتاني ايه سمول ايه سمول بكابيتال بي سمول، قلنا على ده ايه ابيض الازهار، وده برضو ازهاره بيضاء. وافترض ان ده فرض مثلا ايه مذكر، وده فرض مؤنث، خلاص. وابدا بقى اشوف ايه العمليه هتمشي ازاي. طب انا عندي هنا ايه كابيتال ايه سمول بي سمول بي سمول، يعني معنى ذلك ان ممكن يكون الجينات نوعين بس. ليه؟ انا الاختلاف عندي هنا في ايه؟ انا عندي ايه كابيتال، يبقى ايه كابيتال اتكتب في الاول اهو. طب وبعد كده الاثنين اللي هنا شبه بعض بي سمول، يبقى انا كانها اعتبرهم كانهم واحد، ماشي. يبقى انا ايه كابيتال مع واحد منهم بي سمول، والثاني ايه سمول برضه مع بي سمول، ماشي. طب ودي نفس الكلام، هعتبر ان الاثنين دول زي بعضهم ايه سمول ايه سمول، فناخد واحد منهم ايه سمول مع بي كابيتال مره، ومره ايه سمول مع البي سمول الثانيه، يبقى ده واحد منهم مع دي وواحد منهم مع دي، خلاص. ده كده كون لي ايه اربع انواع، يعني نوع من نوعين من الجامدات هنا ونوعين من الجامدات هنا، خلاص. ابدا بقى التزوج العادي بتاعي، طالما عدد الافراد او عدد الجامدات هنا اربعه اثنين واثنين، يبقى اعملها بطريقه الاسهم العاديه، خلاص. فلاحظ ان عندي هيتجمع هنا ايه ايه كابيتال ايه سمول بي كابيتال بي سمول، يبقى الفرد ده على طول هيكون لونه قرمز. خلي بالك بقى في المسائل اللي زي دي مش هنتقيد بنفس النسبه اللي احنا طلعناها قبل كده اللي هي بنسبه 9 الى 7، لا مش كله طبعا هيطلع بنفس النسبه، على حسب التركيب الوراثي المكتوب عندك او التركيب الجيني او الطرز الجيني الموجود ايه عندك هيتحدد النسبه. فانا عندي هنا امشي بالمساله عادي زي ما احنا شايفين، وابدا احدد بقى ايه النسبه بتاعتي، فلان واحد بس اللي كروموسي والباقيين كلهم ايه اهو، بص ما فيهوش ولا بي كابيتال، ده ما فيهوش ولا ايه كابيتال، ده ما فيهوش ولا ايه ولا بي كابيتال، يبقى الثلاث افراد دول هيكون لونهم ايه ابيض، يبقى النسبه عندي 3 الى 1، ماشي. طب المساله الثانيه نشوفها كده، طيب نحاول نشوف لها نحلها مع بعض. طيب المساله الثانيه معلش نرجع ثاني نشوف بس ايه التركيب الوراثي بتاعها، ايه كابيتال ايه سمول بكابيتال بي سمول مع كله سمول، ماشي. نشوف كده مع بعض، ايه كابيتال ايه سمول بي كابيتال بي سمول مع اي سمول اي سمول بي سمول بي سمول. ده طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ده هيكون ايه، طالما الاربعه مختلفين عن بعض هيكون لي اربع احتمالات. يبقى افتكرها بالكلام اللي بقوله ده، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه. طيب ايه هم بقى الاربعه؟ اي كابيتال بي كابيتال
بي كابيتال بي سمول. خلصت من الاي اجي للبي اجي بقى للاي سمول. اي سمول بي كابيتال اي سمول بي سمول. جميل. طب ودول بقى نظامهم ايه؟ يبقى كلهم حاجه واحده اللي هي ايه؟ اي سمول بي سمول. طيب كده سهلت عليا. طالما انا 4 في 1 ب 4 يعني مش اكتر من 4، طب اعملها بطريقه الاسهم. ده مع ده هيعطيني ايه؟ اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول. طيب وده هي ده يبقى الاربعه مختلفين. طيب ده مع ده اي كابيتال في كابيتال اي كابيتال اي سمول بي سمول بي سمول. جميل. طب ودي مع ده تعطيني ايه؟ اي كابيتال مفيش اي كابيتال اي سمول اي سمول بي سمول بي سمول. طب والاخيره الاخيره تمام اي سمول اي سمول بي سمول بي سمول. لا هنا خلي بالنا دي فيها بي كابيتال سوري دي فيها بي كابيتال اهي عشان النقطتين بيبقوا شبه بعض. طب ده كده نلاحظ برضو ان ده هيكون لونه ايه؟ قولوا معايا كور، مش هينفع كور ابيض، كور مزد. وده يكون ايه؟ ابيض، يعني مش ولا واحد بي كابيتال، وهنا ولا واحد اي كابيتال يبقى ابيض. وده يكون برضو ايه؟ ده كله متنحي، يعني ابيض ابن ابيض، يعني ابيض اصلي. ده هيكون عندي ثلاث افراد ابيض الى واحد بس ايه؟ كور مزد. يبقى انا عندي كده ايه؟ النسبه بنسبه 3 الى 1. طب هي دي بس الاحتمالات المسائل اللي ممكن تكون موجوده؟ لا يا حبيبي، انت ممكن يغير لك ده ويغير دول. ماشي؟ وهنشوف بقى في المسائل، مش عايز يعني احرق المسائل دلوقتي، فهنشوف في المسائل الافكار المختلفه في الموضوع ده. طب نشوف بقى الجينات الايه؟ المميته. الجينات المميته، معلش احنا شخبطنا في الصفحه. الجينات المميته بنقولها جينات وراثيه عندما توجد بصوره، ده حاله طبعا الحاله الاخيره بقى في حالات تداخل فعل الجينات. فبنقول الجينات المميته هي جينات وراثيه عندما توجد في صوره نقيه سواء كانت سائده او متنحيه بتسبب ايه بقى؟ تسبب اضرار للكائن الحي، وبيترتب على هذه الاضرار تعطيل بعض العمليات الحيويه، يعني مثلا ممكن يؤدي الى تعطل عمليه التنفس، تعطل عمليه الايض، تعطل عمليه الاخراج، تعطل عمليه الانقسام، تتعطل اي عمليات حيويه، مما يؤدي الى ايه؟ طبعا ده في حاله الجنين، ده لسه في المراحل الجنينيه المختلفه في ماشي؟ اغلبها يعني في المراحل الجنينيه، فطبعا بيؤدي الى موت الفرد، لذلك سميت جينات ايه؟ مميته، لان الفرد نتيجه لتعطل العمليات الحيويه قد يؤدي الى موت الفرد. يبقى تاني بنقول الجينات المميته هي جينات وراثيه، ولكن امتى الصفه بتاعتها بتظهر؟ عندما توجد في صوره نقيه سواء كانت سائده او متنحيه، ونخلي بالنا مش يعني سائده او متنحيه مش لنفس الصفه. لا ده كل صفه يا اما سائده تموت يا اما متنحيه تموت. وهنعرف الامثله توضح الكلام ده. بس احنا بنقول كلام عام ان الجينات المميته عندما توجد في صوره نقيه سواء كانت سائده او متنحيه، ولكن اكتب لك فوقها ليس لنفس الصفه. وهنشوف الامثله اللي توضح الكلام ده. تسبب ايه؟ ضرر للكائن الحي، بيترتب على هذا الضرر تعطيل بعض العمليات الحيويه مما يؤدي الى موت الكائن الحي. وهذا الموت ممكن ما يكونش في المراحل الجنينيه، ممكن يكون في مراحل مختلفه من العمر حسب نوع الجين ودرجه تاثر الجين بالعوامل الخارجيه، وهنعرف في الاخر ان في حاجات بتاثر على عمل هذه الجينات. ولكن غالبا اللي بيحصل الكلام ده عمليه تجمع الجينين النقيين في الفرد، ده بيكون غالبا في ربع النسل فقط. ماشي؟ وهنشوف برضه في المساله بتوضح الكلام ده ازاي. في ربع الناس اللي هو فرض يعني من الاربعه، هو اللي بيتجمع فيه الجينين السائدين او المتنحيين. طب هنتكلم عن انواع الجينات المميته، هنقول في منها جينات مميته سائده وجينات مميته متنحيه. خلاص؟ طب وهناخد امثله للجينات المميته السائده اللي هي صفه ايه؟ هناخد صفه جين لون الشعر الاصفر في الفئران. وهتقول لي شعر اصفر في الفئران، احنا بنشوفها رماديه اللون. هنعرف دلوقتي ان اللون الاصفر ده بيعتبر هو المفروض ان هو الصفه الايه؟ السائده، ولكن تجمع صفتين سائدتين او جينين سائدين مع بعض ده بيؤدي لموت الافراد، لذلك بنجد ان الفئران الصفراء يعني مش منتشره. خلاص؟
بالرغم من انها هي الصفه السائده، ولكن تجمع الجينين السائدين مع بعضهم ده بيؤدي لموت الفرد، فلذلك بنسميها صفه مميته سائده. والصفه الثانيه اللي هي جين سلاله البولدوج في الابقار، الايه البولدوج، طبعا عارفين البولدوج ده نوع من الكلاب، فدي يمكن عشان هي بيكون اقرب شبه للبقره، بيكون اقرب شبه لوش الكلب ده، فبنسموها ايه صفه البولدوج في الابقار. طب الجينات المميته المتنحيه هنلاقي ان ايه في عندنا برضو بناخد مثالين اللي هو جين غياب الكلوروفيل، واضح غياب الكلوروفيل. طب الكلوروفيل اللي بيعمل ايه؟ ده بيعمل عمليه بناء ضوئي عشان النبات يقدر يكون الماده الغذائيه المواد الغذائيه بتاعته، فلما يغيب جين الكلوروفيل ايه اللي هيحصل؟ النبات مش هيقدر يكون كلوروفيل وبالتالي هيموت، تمام. وجين العته الطفولي في الانسان وربنا يبعده عننا. طب ده شكل مثلا ايه جنين بقره ميت، ونلاحظ ان شكل الوش بتاعها الكادر بتاعها متاخد غريب شويه، فادي الوجه بتاع البقره زي ما احنا شايفين اقرب شبها فعلا الكلاب الايه البولدوج، لذلك سميت بهذا الاسم. ده طبعا جنين طالع الله يرحمه من البدايه وربنا رحمه عشان ما حدش يتريق عليه. هناخد الاول وراثه صفه لون شعر الفئران، وبنقول ان بيسود، خد بالك من كلمه يسود، يعني ده الصفه الايه السائده، يسود لون شعر الفئران الاصفر اللي هو نرمز له بالرمز واي كابيتال على لون شعر الفئران الرمادي اللي هو نرمز له بالرمز واي سمول. يبقى دول الصفتين الموجودين في شعر الفئران، لون اصفر لون رمادي. هتقول لي الفئران الرماديه منتشره يبقى المفروض تكون هي السائده، اقول لك لا مش دي اللي بيحكم، اللي بيحكم هنا الايه نتيجه كل جيل بتظهر ازاي، ولو احنا عملنا تزاوج بين فرد كده وفرد كده ايه اللي هيظهر في الاول، يبقى ده اللي بيحكم لنا الصفه السائده والصفه الايه المتنحيه. بنقول في الصفه دي ان وجود زوج من جينات اللون الاصفر السائده النقيه ده بيتسبب في موت الفئران الصفراء داخل الرحم، يعني حتى قبل ما تتولد، وده طبعا بيمثل ربع النسل لان مش هيتجمع الواي كابيتال مع الواي كابيتال الا في فرد واحد، ماشي، وهنشوف ازاي دلوقتي. يبقى اذا اللي هيموت دايما ربع الايه النسل. طيب نشوف بقى ايه، طب ازاي هيحصل تزاوج دلوقتي بين فرد سائد او فرد بيحمل الصفه السائده صفه اللون الاصفر مع فرد بيحمل صفه اللون الرمادي؟ طب الرمادي معروف تركيبه جيني، هيبقى واي سمول واي سمول، طب احنا هنجيب مين بقى فرد واي كابيتال واي كابيتال؟ مش المفروض يكون مات؟ اقول لك لا يا ناصح، احنا هناخد فرد هجين، ماشي، هنشوف الفرد الهجين يبقى تركيبه ايه، هيبقى واي كابيتال واي سمول، ده يعيش خلاص، فتكون ذكر اصفر اللون مثلا مع فرد هيكون ايه رمادي اللون مع انثى صفراء زيه، برضه هناخد فردين هجينين الاول انثى صفراء اللون هجينه واي كابيتال واي سمول. طب ونشوف بقى الناتج بتاعهم، ده الاباء طبعا الجينين مختلفين، يبقى هنعملهم جامتتين مختلفين واي كابيتال واي سمول والتاني برضو واي كابيتال واي سمول. طيب نشوف بقى كده ايه الناتج بتاعهم، الواي كابيتال مع الواي كابيتال هيعطيني واي كابيتال واي كابيتال، ده الله يرحمه ليه؟ اتجمع فيه الجينين السائدين مع بعضهم، فده اتجمع جينين سائدين مع بعض فالفرد ده ايه هيموت. طيب لو في حاله واي كابيتال مع واي سمول لا ده هيعيش اللي هو الهجين بقى اصفر ولكن ايه هجين، فده هيعيش لان عمليات الحيويه بتاعته مش هتعطل. طب واي كابيتال واي سمول برضو هتلاقي ايه فرد ايه واي كابيتال واي سمول هجين. الاخير ده المنتشر بقى لان ايه، طيب هو اتجمع عندي صح فرد واحد في التزاوج ده رمادي، طب ما يحصل بعد كده تزاوج بين رمادي ورمادي، ده خلاص هيعيش وهيكمل، ده صفه تمام قوي يعني ما فيهاش انتخاب طبيعي، ما فيهاش افراد هتموت الكلام ده، فنلاحظ ان ايه اللي انتشر اللون الرمادي خلاص، ده ايه الجيل الاول او اف 1. طيب ادي كده عندي الفئران الصفراء النقيه دي هتموت في الرحم، وممكن ان احنا لو احنا نحسبها في النسبه الموجوده عندي يبقى انا مثلا ايه نتج عندي اربع افراد، طب ده واحد رمادي واثنين فئران صفراء هجينه، ده هيعيش وده هيعيش، ممكن اكتب واحد ولا اكتب جنبها ايه يموت، وممكن ما احسبهاش على اساس ان هو هيموت في الرحم، ممكن كده صح وكده صح، بس لو كتبت واحد ما سيبهاش كده وخلاص، ما اقولش واحد اصفر، لا اقول واحد واكتب جنبه ايه يموت، فدي ايه الفرق، ده طبعا هيعيش وده هيعيش، يبقى دي النسبه عندي يا اما نقول واحد الى اثنين الى واحد ونحدد خلاص، يا اما نكتب واحد الى اثنين ونسيب الثانيه ايه من غير الكتابه خالص، يبقى كده نتج عندي ثلاث افراد ومات الربع خلاص. ده كده ايه بالنسبه لي طريقه التزاوج هنا. طب هناخد بس ايه فكره ثانيه، لو انا قلت مثلا فرد واي كابيتال فوق اهي معايا
واي كابيتال واي سمول، ده لونه ايه؟ اصفر هجين. طيب وهفترض ان ده مثلا ايه؟ فرد مذكر مع انثى رماديه بقى المره دي، يبقى الرماديه تبقى ايه؟ واي سمول واي سمول، ودول هعتبر ان هم اباء، واحط ده كده ايه؟ مستطيل عشان اعرف ان ده فرد وده فرد ثاني اهو. طب ده يكون لي نوعين من الجامتات اللي هم ايه؟ واي كابيتال واي سمول، وده يعطيني كله زي بعضه واي سمول، ده هقول عليها جامتات او جامت. ماشي؟ في الحاله دي بقى ايه؟ يبقى يطلع الاحتمال عندي ان نص الافراد هتبقى واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال ايه في الاول؟ واي سمول، والنص الثاني هيطلع ايه؟ واي سمول واي سمول، يعني زي الاباء. بس ده وارد ان يجي لك عشان برضه ايه ما تحفظليش النسبه دي، لا كده يبقى ايه؟ النص بالنص، يعني 50% اصفر هجين 50% رمادي، يبقى ده ايه؟ ممكن تجيك المساله بالشكل ده. ايه زي ما بقول لك كده، ما نسبه، بس شوف السؤال جالك يعني ايه في تكه كده، ما نسبه الفاقد، يبقى عايز تكتبها له مش يعني كلمه كده وتعديها. ما نسبه الفاقد من الفئران عند تهجين ذكر اصفر اللون مع انثى رماديه اللون، ده اللي احنا كتبناه من شويه. خلاص يبقى هنا نكتب ايه بقى في الحاله دي؟ زي ما قلت لك يبقى هنقول ايه؟ هنقول هنا الاصفر الهجين هيبقى واي كابيتال واي سمول، وده واي سمول واي سمول. طيب ده مع ده يعطيني كله واي سمول واي سمول، ماشي يا سيدي، وهنا واي كابيتال واي سمول، يبقى ده مع ده هيعطيني الفرد ده اللي هو ايه؟ واي كابيتال واي سمول. ماشي؟ طب وده مع ده نفس الكلام، واي كابيتال واي سمول. طب ده مع ده واي سمول واي سمول، وبنفس ده مع ده بقى يعطيني واي سمول واي سمول، يبقى النسبه كده هيكون بنسبه كام؟ في حد هيموت هنا؟ طب ده رمادي يعني هيعيش، طب وده برضه رمادي، طب وده اصفر هجين وده اصفر هجين. خلاص يبقى النسبه كده هتكون بنسبه كام؟ 50% او 2 ل 2، 50% رمادي 50% اصفر، كده كله هيعيش، في حد هيموت؟ لا، يبقى نسبه الفاقد صفر. ده اللي هو عايزه. هتعمله المساله وهتنسى دي عادي براحتك، هتنسى هتنقص درجات. ماشي؟ ده كده ايه؟ فكره الجينات المميته. طيب المثال الثاني عندنا في الجينات المميته اللي هو الجينات المميته المتناحيه بقى، يبقى في حاله الجينات المميته المتناحيه وراثه صفه غياب الكلوروفيل في نبات الذره. طبعا هنقول برضو نحدد مين السائد ومين المتناحي، هنلاقي ان ايه؟ في عندك جين وجود الكلوروفيل، وده رمزه بالرمز سي كابيتال، جاي من كلمه كلوروفيل، ما كلوروفيل سي اتش ال او الكلام ده، يبقى ايه؟ كلوروفيل سي كابيتال. وفي يسود جين وجود الكلوروفيل، لان معظم النباتات طبعا بتكون كلوروفيل، بتسود على صفة جين غياب الكلوروفيل اللي هو سي سمول. خلاص؟ يعني ممكن يكون كل النباتات طبعا فيها جين، ولكن هل هذا الجين سائد ولا متناحي؟ نقي ولا هجين؟ ده بقى بيفرق من نبات لايه؟ لاخر. لذلك انت بتزرع بعض النباتات في بعضها بيموت وبعضها بيعيش، رغم توفر كل الظروف. فبنقول عند تلقيح بعض نباتات الذرة تلقيحا ذاتيا، كلمة ذاتي يعني ايه؟ في نفس النبات، من حبوب اللقاح لنفس الزهرة. ثم زراعة الحبوب الناتجة منها لوحظ نمو بعض البادرات خالية من الكلوروفيل. خالية من ايه؟ يعني ايه خالية من الكلوروفيل؟ يعني بتعطي لك بيكون بيضاء الايه؟ اللون. خلاص البادرة نفسها بتكون باهتة كده ولونها ايه؟ أبيض. فتنمو لفترة قصيرة ثم تذبل وتموت. بسبب ايه؟ بسبب وجود جين متناحي مميت بيوجد بصورة ايه؟ نقية، وهو جين غياب الكلوروفيل. ماشي؟ وجود جينين او وجود زوج من الجينات يعني في غياب الكلوروفيل في بعض البذرات بيؤدي الى عدم تكون ماده الايه؟ الكلوروفيل، وبالتالي ده بيكسب اللون النبات لون ايه؟ باهت كده في حاله غياب الكلوروفيل، لكن الكلوروفيل وجود الكلوروفيل هو اللي بيسبب ايه؟ اللون الاخضر. وطبعا احنا عارفين كلنا ان الكلوروفيل هو المسؤول عن امتصاص الضوء، فعدم وجوده بيعمل عدم امتصاص للضوء، وبالتالي النبات ما بيعملش عمليه بناء ايه؟ ضوئي. خلاص؟ فده بيؤدي برضه بنفس النسبة إلى موت ربع الإيه؟ الأفراد أو ربع النسل. طب هنشوف كده مسألة سريعة. أدى نبات بسلة أخضر هجين سي كابيتال سي سمول، مع نبات بسلة برضه أخضر سي كابيتال سي سمول.
خلاص هيكون لي نوعين من الجامتات هنا ونوعين من الجامتات هنا. ادي الجامتات. طب السي كابيتال مع السي كابيتال ده يعطيني السي كابيتال. سي كابيتال ده طبعا هو ايه اخضر نقي يعني هيكون كلوروفيل بالثلث، واللي جنبه سي كابيتال سي سمول هيكون كلوروفيل برضه، وده برضه هيكون كلوروفيل. الاخير ده بقى هو اللي ايه ده اللي هيجيب عنه كلوروفيل، وده اللي بنسميه الجين المميت المتنحي. خلاص يبقى برضه بنفس الطريقه دي بتكون بذرات بيضاء وتذبل وتموت، هكون بنسبه كام؟ هنا النسبه مختلفه شويه عن الثانيه لان انا عندي هنا كله اخضر، فانا مش هحدد اذا كان نقي ولا هجين، فبنقول ايه 50% 75% او الثلاث ارباع. خلاص الثلاث ارباع الافراد بيكون لونها ايه اخضر، والربع فقط هو اللي بيموت هنا اهو نفس النسبه الربع ايه بيموت. المساله الثانيه بنفس النظام، لو خدنا صفه العته الطفولي في الانسان ده طبعا اللي هيتجمع عنده جينين متناحيين ده هنمزه بالرمز ايه، الفرد ده ايه هيموت. فبنقول فسر الاسس الوراثيه نتيجه تزوج رجل من امراه كلاهما هجين في هذه الصفه. طبعا بنفس النظام برضه هنقول ايه الرجل والمراه، هنقول ايه اي كابيتال اي سمول لانه هجين، مع اي كابيتال اي سمول لانه برضه هجين، يبقى ده ايه ذكر هجين وطبعا سليم، وده انثى سليمه ولكن هجينه. وفي الحاله دي برضه نمشي المساله بنفس النظام اللي احنا عملناه قبل كده، وبكده يكون ايه نوصل هنوصل نفس النتيجه اللي خدناها في الاول. يبقى الصفه اللي نخلي بالنا ان الفرد اللي هيموت المره دي اللي هو الايه الفرد اللي هيموت اللي هو الاي سمول، اي سمول ده جينين متناحيين لو جمعوا مع بعض يبقى ده الفرد اللي هيموت، ده في حاله المساله دي. نيجي بقى نشوف ايه ان هناك بعض الظروف البيئيه بتؤثر على فعل الجينات، ده عامه بقى كلام عام هنا. يبقى في بعض الظروف لان اثبتت الابحاث الحديثه ان بعض الجينات بيتاثر عملها بالعوامل المحيطه بالكائن الايه الحي. طب زي ايه مثلا عوامل دي؟ اول حاجه عندنا اللي هي ملوثات الهواء. يبقى وجود تلوث في الهواء سواء من دخان المصانع او دخان السيارات او بتسبب او بتؤثر على عمل الجينات، يا اما بالتثبيط، وفي الغالب بالتثبيط اللي هو ايه خدنا كلام ده في الترم الاول انها بتثبط من عمل الجينات، يعني بتقلل من عمل بتقلل من عمل الجينات، وبالتالي الجينات دي بتؤثر على المواد الكيميائيه المواد البروتين اللي بتكونها في الجسم فبيتاثر الجسم. خلاص فبنقول ان دي ايه ملوثات الهواء ممكن تسبب تاثير على عمل الجين، يعني الجين موجود بس وجود المثبطات بتاعت الجينات دي هو اللي بيأثر على ظهور الصفه او عدم ظهورها. طب وفي الحاله الثانيه اللي هي نقص الايه الاكسجين، نقص الاكسجين هيؤثر على بعض الجينات تمام وهيؤثر على عملها، يعني ممكن يكون الجين السائد موجود ولكن في عند نقص الاكسجين يتاثر عمل الجين وما يظهرش الصفه بتاعته. خلاص طيب ايه كمان من عوامل؟ في طبعا التعرض للاشعاعات اللي هي طبعا المقصود بها ايه الاشعاعات النوويه بالتحديد، ولكن هناك بعض الاشعاعات برضو ايه التعرض لها لفترات طويله بيأثر على عمل بعض الجينات. والعامل الاخير اللي هو ايه اللي هو العوامل البيئيه كالضوء والحراره. خلاص طبعا احنا عشان يعني هنختار الاسهل فيهم ونشوف مثال ليه ونعمله بطريقه عمليه. تعرض الاشعاع فيه مخاطر طبعا، ملوثات الهواء برضه فيها مخاطر، ونقص الاكسجين لو وصلنا على كائن حي ممكن يموت. فهنشوف ايه العوامل السهله شويه للضوء وايه والحراره. فناخد عامل الضوء ونشوف اثر الضوء على نبات. فهنشوف دلوقتي التجربه بتقول ايه تاثير غياب الضوء على ايه على ظهور صفه الكلوروفيل في نبات في النباتات الخضراء. يبقى عشان نعمل التجربه دي هنجيب ايه الخطوات اللي عندنا، هنستنبت كلمه استنبات يعني نجيب بذور ونوفر لها ميه وضوء والكلام ده معنى كلمه ايه استنبت. هنستنبت مجموعه من حبوب القمح او بذور الفول في مكان ايه مضيء، يبقى وفرنا الضوء مع الري يعني وفرنا الميه، وطبعا التربه فيها ايه املاح يبقى وفرنا كل حاجه لازم لعمليه البناء الضوئي، وهنوفر الكلام ده كله بانتظام لعده ايه ايام. طب دي مجموعه، يبقى احنا قلنا في الاول هنستنبت مجموعه. طب وهنستنبت مجموعه ثانيه، يبقى استنبت مجموعه مماثله، مماثله في ايه في كل الظروف ما عدا هنتحكم بقى في حته الضوء بقى. يبقى نستنبتها المره دي في حجره مظلمه، يبقى نزود هنا كلمه ايه ميم مظلمه. خلاص مع ري البذرات بانتظام لعده ايه لعده ايام. يبقى مجموعه نحطها في الضوء في مكان مضيء ومجموعه نحطها في مكان مظلم. خلاص ونشوف بقى ايه يعني مثلا نشوف شكل النباتات اهو،
هنلاحظ عندنا ان المجموعة اللي اتحطت في وجود الضوء، بص انت الفرق وقارن، هنا في مجموعة نباتات هي ذبلت وماتت بسرعة والتانية لسه بتشاور عقلها، يعني قربت اهي خلاص، ولكن شوف اللون هنا عامل ازاي واللون هنا عامل ازاي. في وجود الضوء اللون اخضر، يبقى اللون الاخضر ده ادى الى ايه؟ الى امتصاص الضوء والقيام بعملية البناء الضوئي، والنبات بينمو بصورة طبيعية وتمام تمام تمام. هنا مجموعة البذور الضعيفة ماتت بسرعة والتانية هتحصلها، فبنقول ايه في الملاحظة بقى؟ ان بنقول هنا بتنمو البادرات خضراء، ده في حالة وجود الضوء قصادها ايه على طول، يبقى اللي انا كاتبها لك باللون الاحمر حاطط لك ايه نتيجتها باللون الاحمر. طب والمجموعة التانية اللي محطوطة في مكان مماثل بس مظلم، مماثل طبعا في الماء ومماثل في الاملاح لكن مظلم، ان هتنمو البادرات ايه؟ صفراء وتذبل وتموت. يبقى كده ايه بنستنتج من الكلام دون ان يحتاج الجين المسؤول عن تكوين الكلوروفيل في النبات الى عامل معين اللي هو الضوء، في حالة توفره هيكمل ويظهر تأثيره، في حالة عدم توفره ايه مش هيكمل طبعا وهيموت النبات. فبنقول ان عند غياب الجين المسبب لظهور الكلوروفيل يعجز النبات عن تكوين صبغة الايه الكلوروفيل حتى لو وضع في الضوء، ده حالة تانية. يبقى عند غياب الجين نفسه المسبب لظهور الكلوروفيل ده طبعا النبات ايه كده هيموت، مش هيستنى بقى حتى لو في ظهور ضوء، يبقى حتى لو في لو وضع في الضوء برضه مش هي ايه مش هيكمل خلاص، لان ما عندوش الجين اصلا اللي يكمل يكون الكلوروفيل، ودي حاله ثانيه غير اللي بنتكلم عنه. طب هناخد مثال هنا بنقول تكون اوراق الكرنب الداخليه بيضاء لانها ايه غير معرضه للضوء. احنا قلنا الكلام ده قبل كده لما كنا خدنا البلاستيدات، قلنا البلاستيدات عديمه اللون بيكون لونها شفاف زي اوراق الكرنب الداخليه، لكن اذا عرضنا النبات للضوء، طبعا هو لسه مزروع في الارض يعني مش اشتريته من عند الراجل وكان اخضر وحطيته في الضوء كده، لا هو لسه مزروع في الارض، فاذا عرضنا الاوراق الداخليه يعني شلنا الاوراق الخارجيه وعرضناه للضوء، هنا بنقول ايه هيظهر بقى تاثير الجين، لان الجين اوريدي موجود في النبات، فيبدا يظهر تاثيره في وجود الضوء ويبدا يكون لي ماده الايه الكلوروفيل. ماشي، ولكن عند تعريض اوراق الكرنب او عند تعريض اوراق الكرنب الداخليه للضوء تتحول الى اللون الاخضر، مع انها كانت ابيض وفيها بلاستيدات شفافه، بس تعرضها للضوء يبقى ده العامل اللي اثر على البلاستيدات وخلاها تبدا تكون ايه ماده الكلوروفيل من جديد. زي ما شفنا كده يا شباب احنا خلصنا حالات وراثية بعيد عن مندل خالص، احنا بنسميها الوراثة اللامندلية او تداخل فعل الجينات. كده خلص موضوع الوراثة او تداخل فعل الجينات، لكن هل كده يعني خلصت الموضوعات الوراثية؟ لا، هناخد مع بعض ان شاء الله مكملين مع بعض في الوراثة الجنسية، يعني الوراثة الخاصة بالكروموسومات الجنسية او الصفات الوراثية المحمولة على الكروموسومات الجنسية وايه تأثيرها على الفرد. ده اللي هنبدأ نشوفه ان شاء الله في الحلقات القادمة. وما تنسوش ان في عندكم لينك تحت الفيديو ممكن ندخل عليه ونشوف الاسئلة الموجودة ونحلها، ولو في اي حاجة وقفت معكم طبعا شاركونا بيها واحنا معكم ان شاء الله. وما تنسوش اللايك والشير لقناة السكولة اللي بتتعب عشانكم.